السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ برانش جديد أو بلوك جديد اسمه Digestive Physiology. Digestive System جهاز الهضمي ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن Gastrointestinal Tract Tube، القناة الهضمية، القناة الهضمية و الاكسسوارز، الحاجات اللي بتخدم عليه، اللي هما بنسميهم دايجستيف جلاندز. ايه الدايجستيف جلاندز دول؟ دول عبارة عن الليفر، بنكرياس، جول بلادر، وستومك، والسليفري جلاندز. دول تجاوزا كده بنسميهم دايجستيف جلاندز. هو مش كلمة جلاند معنى كلمة جلاند، لكن بنقول الاكسسوارز، الحاجات اللي بتخدم على الجهاز الهضمي. الجاسترونتستينال تراك تيوب زي ما حضراتكم شايفين بتبدا من اول الاورال كافيتي، من فتحه الفم الى الانس، فتحه الشرج. جاسترونتستينال تراك تيوب للناس الارقام زي ما انت شايف كده، دي في الليفنج، في الشخص الحي، تقريبا ماسكولار تيوب ولا حوالي 5 متر. الارقام زي ما انتم شايفين، اللي بيحب يحفظ الارقام. طيب التيوب دي متقسمه او مفصوله عن بعضها بالبارتس، اجزاء بتاعتها مفصوله عن بعضها بحاجه اسمها سفنكترز، الصمامات. الصمامات دي upper and lower esophageal sphincter، upper esophagus يفصل ما بين الفارينكس والاسوفجس، واللور اسوفيجيال سفنكتر بيفصل ما بين الاسوفيجاس والستومك. سفنكتر رقم 2 اسمه بايلوريك سفنكتر، بايلوريك سفنكتر ده بيفصل ما بين الستومك والديودينوم، اسم 10. الثالث اسمه اليوكوليك سفنكتر، ده بيفصل الاليوم من الكولون، سمول انتستين من لارج انتستين. دول اسمهم سفنكترز، الصمامات، هنتكلم عليهم كمان شويه. لما الشخص بيتوفاه الله، الجاسترونتستينال تراك ريلاكس اند الونجيت، يعني السمول انتستين كان طولها في الليفنج، الشخص الحي، حوالي 285 سم، قول 3 متر. افتر ديس بتوصل ل 7 متر. 7 متر ده بسبب ان كان في حاجه اسمها المصل تون، في كونتراكشن في سموث مصل، ده بيفقد بعد الوفاه. فتبدأ الانتستين ريلاكس، فطولها ممكن يوصل لسبعة متر. ريجستيف جلاند زي ما احنا قلنا عبارة عن السليفري جلاند، ليفر، جول بلادر، بنكرياس، هنتكلم عنهم تباعا. لو خدنا قطاع سكشن من الجاسترونتستينال تراكت وول، شوف الهيستولوجي بتاعه، هنلاقي عبارة زي ما انت شايف، عبارة عن ميكوزا وصب ميكوزا، ماسكولاريز ميكوزا وسيروزا. يهمني في كوشن وابزوربشن. الصب ميكوزا يهمني ان اعرف في حاجه اسمها صب ميكوزا نيرف بلكسس، يبقى الصب ميكوزا فيها صب ميكوزا نيرف بلكسس او بيسموها ميزنر بلكسس، والصب ميكوزا فيها صب ميكوزا نيرف بلكسس هي اللي مسؤوله عن السكريشن. الصب ميكوزا يا صب ميكوزا نيرف بلكسس هي اللي مسؤوله عن السكريشن. اللي هي الرقم 3 الماسكولوزا. الماسكولوزا ويهمني في حاجه فيها، حاجه اسمها الماينتريك بلكسس. ماينتريك بلكسس ده في ماسكولوزا بتحتوي على ماينتريك بلكسس، ودي مسؤوله عن الموتيليتي اوف ذا جاسترونتستينال تراكت، الحركية بتاعت الجهاز الهضمي، انه يتحرك. تمام؟ اذا الصب ميكوزا كان فيها الصب ميكوزا النيرف بلكسس او بيسموها ميزنر بلكسس، ودي مسؤولة عن السكريشن. صب سكريشن اس. الماسكولوزا فيها ماينتريك، ماي يعني عضلي، ماسكولوزا فيها ماينتريك مسؤولة عن الموتيليتي، ام. ماسكولوزا ماينتريك موتيف.
السيروزة دي عبارة عن بريتونية كبر. طيب ايه المين فانكشن اوف ذا دايجستيف سيستم؟ الوظيفة الرئيسية او الوظائف الرئيسية للجهاز الهضمي ان بيمد الجسم بالنيوتريتيف والفيتامينز والمينرالز والفلويد. تمام. طيب عشان يمد الجسم بمواد التغذية دي لازم الجهاز الهضمي او الدايجستيف سيستم يعمل الوظائف الآتية، ان لازم يحصل فيه موتيليتي، يتحرك، وبعد ما بيتحرك لازم يكون فيه سيكريشنز، افرازات للدايجستيف سيستم. طيب وبعد ما حصل موتيليتي وسيكريشن لازم يحصل دايجيشن، هضم للمواد الغذائية، وبعدين يحصل ابزوربشن رقم 4 امتصاص للنيوتريتيف سبستنس والفيتامينز وخلافه. الاجزاء او الاشياء اللي ما حصل لهاش دايجيشن ولا ابزوربشن، يعني ما حصل لهاش هضم ولا امتصاص، بيحصل لها اكسكريشن، اتخلص منها ثرو ستولز، ثرو ذا ستول، من خلال البراز. كلمة موتيليتي يعني يتحرك. في عندي في الجهاز الهضمي، هنتكلم عن كل جزء لوحده، لكن اجمالا في نوعين من الحركه في الدايجستيف سيستم، حاجه اسمها البريستالتيك موفمنت، الحركه الدوديه. البريستالتيك موفمنت يعني جزء سيجمنت من الانتستين، الجزء اللي خلف البولس اللي انت شايفها دي، كلمه بولس يعني البلعه، الجزء من الاكل اللي حصل له دايجيشن وبدا هيحصل له ابزوربشن، وحصل له ابزوربشن الباقي. الجزء البيهايند ذا بولس بيحصل فيه كونتراكشن، الجزء الان فرونت بيحصل فيه ريلاكسيشن، وبالتالي تبدا تتحرك، يتحرك الطعام بالبريستالتيك موفمنت. طيب الموفمنت رقم 2 اسمها الميكسينج موفمنت، ان انا بخلط الكلام. ميكسينج يعني بخلط، ميكسينج السيجمنت بتاعت الدايجستيف سيستم بيهايند وان فرونت ذا بولس بيحصل فيها كونتراكشن، وكاني برج السيجمنت دي بخضها كده عشان يحصل ميكسينج، امتزاج ما بين الدايجستيف سيكريشنز مع الطعام اللي انا اكلته، اسمها ميكسينج، خلط، ميكسينج موفمنت، كاني برج جزء من السيجمنت ده من الانتستين. كلمه سكريشن يعني الدايجستيف جلاندز، او كل جزء من الدايجستيف سيستم ليه سكريشنز، ليه افرازات بتبدا تفرز في خلال الباسج، رحله الطعام من الاورال كافيتي لحد ما نوصل الى انه ينتهي به المطاف في الستول. Digestion عبارة عن breakdown of large food particles into smaller food particles. يعني البوليساكرايد يتحول لمونوساكرايد، البروتين يتحول لأمينو أسيد، يتكسر الفات بفاتي أسيد ومونو جلوسيد. يعني أنا بحول الأجزاء الكبيرة، الأكل الكبير أو الكومبوننت الكبيرة تتحول إلى أشياء صغيرة عشان يسهل الأبزوربشن بتاعها، الامتصاص. كلمة absorption يعني أنا أمتص النيوتريتيف سبستانس والمينرالز من الانتستين، أرجع بيها للسيركوليشن للدم. excretion الويست برودكتس بعد كده بتنزل من خلال الفيسز أو الستول. طيب عشان تتم الوظائف دي بتاع الجهاز الهضمي لازم ربنا ما عملش كل حاجة كده متسابة هبهزة عشوائي. الآية بتقول إن كل شيء خلقناه بقدر. في عندي حاجة اسمها كنترول، والكنترول سيستم لأي أكتيفيتي أنا بعملها في البودي لازم بتخضع إلى تو مين سيستم، يا إما يكون في نيورال كنترول أو نيرفس كنترول، ودي مسؤولة عن الرابيد أكشن. رابيد أكشن أنا هدي مثال، لو أنا حبيت أعمل قهوة أو شاي وإيدي اتلسعت من النار، ريفلكس اللي بعمل حاجه اسمها ريفلكس ويزدرول، برفع ايدي مباشره، ده رابيد اكشن، ده المسؤول عنه نيرفس. لكن في سلو اكشن مسؤول عنها الاندوكراين سيستم، الهرمونات، الغدد الصماء
اللي هي مسؤولة عن slow action، بمعنى إن بعد ما أكلت نمت، ما عنديش مشاكل يحصل امتى digestion وabsorption، وإن البنكرياس يفرز الأنسولين والأنسولين يلف في السيركوليشن ويوصل للأكل ويزود وينزل البلد جلوكوز ليفل. كل الحوار ده شغل هرمونز slow action endocrine regulation. يبقى الريجوليشن كل الاكتيفيتي اللي في البودي يا اما بتكون نيرفس وده مسؤول عن الرابيد اكشن او الرابيد موفمنت، او اندوكراين هرمون ودي مسؤوله عن سلو اكشنز. طيب نفس الكلام هنا بينطبق على الجاسترو انتستينال تراكت فانكشنز، يا اما يكون في نيورال كنترول او يكون في هرمونال كنترول. طيب النيورال كنترول ده عبارة عن الباراسيمباثيك السيمباثيك في حاجة اسمها انتريك نيرف بلكسس. انتريك نيرف بلكسس دي حاجة خاصة بالدايجستيف سيستم، انتريك نيرف سيستم. طب الباراسيمباثيك بتاخد من فين الدايجستيف سيستم؟ الباراسيمباثيك بياخد مينلي من الفيجاس. الفيجاس واخد كل الدايجستيف سيستم من اول الاسوفيجاس الى اللور بارت اوف ذا لارج انتستين ريكتوم والانر كانال، ودول بياخدهم البلفيك نيرف. يبقى الفيجاس واخد كل الدايجستيف سيستم لحد الريكتوم والانر كانال اللي هو بياخدهم البلفيك نيرف. طيب لما يحصل ستيميليشن للباراسمباثيك ايه اللي بيحصل؟ ده بيزود السكريشن. يبقى الباراسمباثيك لما يحصل ستيميليشن بيزود السكريشن، بيزود الموفمنت، والباراسمباثيك بيعمل ريلاكسيشن اوف ذا وول اند يعمل كونتراكشن للوول، اسف كونتراكشن للوول اوف ذا دايجستيف تراك، يعمل ريلاكسيشن اوف ذا سفنكترز. يبقى الباراسمباثيك الثاني بيزود السكريشن وبيزود الموتيليتي، بيزود السكريشن ويزود الموتيليتي. السمباثيك مينلي سمباثيك بياخد من حاجه اسمها سبلانكنيك نيرف. سبلانكنيك نيرف ده في منه الجريتر والليسر سبلانكنيك. الجريتر سبلانكنيك بياخد كل الجاسترونتستينال تراك سبلانكنيك، جريتر سبلانكنيك، الليسر سبلانكنيك بياخد الريكتم والانال كانال. طيب لما يحصل ستيميوليشن للسمباثيك، السمباثيك بيحصل ايه؟ سمباثيك بيحصل ريلاكسيشن للوول، relaxation للوول، contraction of the sphincter و decrease السكريشن، يعني decrease السكريشن و decrease الموتيليتي. ده بالسمباثيك. السمباثيك والباراسمباثيك نيورون تنتهي في حاجة اسمها الانتريك نيرفس سيستم. انتريك نيرفس سيستم، الانتريك نيرفس سيستم ده عبارة عن الماي انتريك نيرف بلكسس اللي كانت موجودة في الماسكولوزا، والميزنر بلكسس او السبميكوزا نيرف بلكسس اللي موجودة في السبميكوزا. لو تفتكروا ان السبميكوزا تحتوي على السبميكوزا نيرف بلكسس اللي هي مسؤولة عن السكريشن، فلما يحصل ستيميوليشن للسبميكوزا نيرف بلكسس مع الباراسمباثيك بيزيد السكريشن والموتيليتي. والموتيليتي اسف مع الماينتريك، يبقى الباراسمباثيك مع الماينتريك نيرف بلكسس يزيد الموتيليتي، والباراسمباثيك مع السبميكوزا نيرف بلكسس يزيد السكريشن، والعكس لما يحصل مع السمباثيك. نرجع تاني، ايه اللوكال او بيسموه اللوكال اكزون ريفلكس؟ ده ريفلكس بيتم خلال الجاسترونتستينال تراكت وول. اي ريفلكس زي ما هناخد في السي ان اس او خدنا قبل كده، اي ريفلكس ده عباره عن ايه؟ ليه حاجه اسمها باسواي. ايه الباسواي بتاع الريفلكس هنا؟ الريسبتور بتاعه في عباره عن الريسبتور، في ستيمولس، وفي افرنت يعني العصب اللي رايح، وفي سنتر
مركز، وفي افرنت اللي راجع، وافكتور اورجن، وفي افكت. طب لو حبينا نطبق الكلام ده، ده بيسموه ريفلكس ار. تمام. طيب الريسبتور عندي موجوده في الجاسترونتستينال تراكت وول، ريسبتور ذا وول. طب ايه الاستيمولس اللي حرك الريسبتور دي؟ ستريتشنج اوف ذا وول بالدايجستيف برودكت. تمام. او في اوزموتيك بريشر حصل لها ستيميليشن، هي عملت ستيمولس للريسبتورز. طب الافرنت اللي راجع ده موجود فين؟ ده موجود في الدندرايت. تفتكروا النيرون، النيرون ده عباره عن دندرايت سيل بودي واكزون، دندرايت سيل بودي واكزون. طيب الافرنت اللي عندي ده هنا يبقى الريسبتور السنسيشن هتتشال في الدندرايت، والسنتر ده عباره عن السيل بودي، والافرنت اللي راجع ده الاكزون، الاكزون بتاع النيرون. تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ الافكتور اورجن سموس ماسل اور جلاند ان ذا جي اي تي. لو سموس ماسل يبقى الموتيليتي. طب لو جلاند يبقى هيحصل فيه سيكريشن، ده اسمه الافكت، ده اسمه لوكال اكزون ريفلكس، لوكال اكزون ريفلكس. طيب الجانجليونيك ريفلكس برضه ده لوكال اكزون، الريسبتور بتاعتها بتكون موجود في الوول اوف ذا جاسترونتستينال تراكت، ريسبتور في الوول. السنتر بتاعي بريفيرتبرال سمباثيك جانجلي. طيب ايه الاكزامبل بتاعتي في الجانجليونيك ريفلكس؟ الانتيرو جاستريك ريفلكس، كلمه انتيرو يعني انتستين، وجاستريك يعني استومك. طب لما يشتغل الريفلكس ده اللي هو الانتيرو جاستريك، ده بيطلع من الديودينم الانتستين تو انهبيت الجاستريك موتيليتي، هتكلم عليه كمان شويه. كولون ايليال، ده من الكولون للإليا، جاستروكوليك من ستومك للكولون، ده اسمه جانجليونيكس. الكونديشن والان كونديشن ريفلكس او اللونج ريفلكس، يعني كلمه كونديشن وان كونديشن، الكونديشن ايه الفرق بين الفعل المشروط والغير مشروط؟ كونديشن يعني مشروط، وده بيبقى اكوايرد ريفلكس، ولازم يكون في سيريبرال كورتكس، وبكتسبه بالتريننج. طيب واشهر مثال ليه كان كونديشن ريفلكس اللي هو البافلوف اكسبيرمنت. بافلوف ده كان عالم روسي وعمل تجربه، كان بيحط الاكل للدوجز، لاحظ انه كل ما يحط الاكل للدوجز الكلب بيحصل له السلايفيشن، اذا الكلب باي تريننج عارف ان في اكل، والاكل ده بيعمل ستيميليشن للسلايفا اللعاب. طيب ومره تانية لك، طب خلاص انا هستخدم، وكان لما ينده عليه بيرن له الجرس، يرن الجرس. فلما الكلب كان بيسمع صوت الجرس كان بيعرف ان ده ميعاد الاكل، فيجي عشان ياكل ويزيد، ويلاحظ ان السلايفا بتزيد، هو قال لك طب خليني اجرب ارن له الجرس وما احطش اكل. فرن الجرس، جه الكلب برضه ولاحظ وجود برضو الصلايفة، اللعاب برضو زيادة. إذا في conditioned reflex، الكلب ربط ما بين صوت الجرس بميعاد الأكل، وده كان بيعمل stimulation للصلايفة أو salivary secretion، ده اسمه conditioned reflex. طب unconditioned reflex ده inborn، واحد والد بيه مش محتاج cerebral cortex. لو جبت حتة أكل صغيرة وحطيتها بق طفل صغير عنده سنتين او اكتر او اقل، ده لا الريفلكس بيحصل زياده في السليفري سيكريشن، ده اسمه ان كونديشن، يعني مجرد وجود الاكل، بس وجود الاكل بالفم ده انشيت سليفريشن. ده اسمه النيرفس ريجوليشن. يبقى النيرفس ريجوليشن من خلال الباراسمباثيك اللي لما يحصل له ستيميليشن بتزيد الموتيليتي والسكريشن، اللي هو مينلي من الفيجاس ومعايا البلفيك نيرف، والسمباثيك اللي هو من السبلانكنيك نيرف الجريتر والليسر سبلانكنيك، ولما يحصل له ستيميليشن ده بتقل الموتيليتي ويقل السكريشن، والكلام ده بالتعاون مع الانتريك نيرفس بلكسس، الانتريك
السب ميكوزا اللي مسؤولة عن السكريشن، والماينتيريك بلكسوس اللي مسؤولة عن الموتيليتي. وده بيتم من خلال كونديشن وان كونديشن ريفلكس، شورت ريفلكس، لوكال اكزون او جانجلونيك ريفلكس. تعال نروح للشفت الناحية التانية على الهرمون الكنترول اوف جاسترو انتستينال تراك فانكشن. ولما انا بتكلم على اي هرمون، اي هرمون بغطي فيه بعض البوينتس. اولا لازم اعرف نوع الهرمون ده ايه، نوعه ايه، هل هو بروتين، هل هو بوليبيبتايد، هل هو ستيرويد. انواع البروتين، انواع الهرمونز هنتكلم عنها ان شاء الله باستفاضه باذن الله في الاندوكراين سيستم باذن الله رب العالمين. يبقى اول حاجه بعلق على الهرمون ده نوعه ايه، نوع. طيب رقم اثنين، الهرمون ده طالع من فين، طالع من انهي بارت الجسم انت سنه تراك. طيب ايه الستيمولس، ايه اللي طلع الهرمون ده؟ طيب ولما طلع عمل ايه، الاكشن، اكشن. تمام. طيب عمل كده ازاي، الميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف اكشن. والمفروض ان انا اتكلم على لو زاد الهرمون ده يعمل ايه مشاكل، ولو نزل يعمل ايه مشاكل. الكلام ده هيكون واضح اكتر باستفاضه في الاندوكراين سيستم. خلينا نتكلم بشيء من الاختصار هنا عن في الدايجستيف سيستم. طب اجمالا كل هرمون بتاعه الجاسترو انتستينال تراكت نوعها عباره عن بروتين او بوليبيبتايد كلهم. طب ايه الفرق بين البروتين والبوليبيبتايد؟ ده بيفرق في عدد الامينو اسيد، عدد الامينو اسيد. كل ما كان الامينو اسيد عدده اكتر كل ما كان ده اسمه بروتين. غالبا اكتر من 50 امينو اسيد يطلق عليه بروتين، والاقل من 50 يطلق عليه بوليبيبتايد. لازم كل الجاسترو انتستينال تراكت هرمونز عباره عن بوليبيبتايد، كلهم بروتين او بوليبيبتايد، كلهم طالعين من الابر بارت اوف ذا سمول انتست، كلهم طالعين من الابر بارت اوف ذا سمول انتست ما عدا الجاسترين، بيطلع بالاضافه من الابر بارت اوف ذا انتست، بيطلع من حاجه اسمها جاسترين وبيسموها جي سيل اوف ذا ستومك، جاسترين سيكريتنج سيلز، دي موجوده في الستومك. يبقى كلهم بوليبيبتايد، كلهم طالعين من الابر بارت اوف ذا سمول انتست بالاضافه الجاسترين بيطلع من الجي سيلز اوف ذا ستومك. يبقى عرفنا اول معلومتين ان هم عباره عن بروتين اور بوليبيبتايد، وان هم طالعين من الابر بارت اوف ذا سمول انتست. طيب ايه اللي طلعهم ده هيفرق في كل هرمون. يبقى احنا المعلومات المشتركه وكلهم انهم بوليبيبتايد، كلهم طالعين من الابر بارت اوف ذا سمول انتست. تمام. الجاسترونتستينال تراكت هرمون بيخضعوا تحت تو فاميليز، عائلات، عائله الجاسترين وعائله السكريتين. عائله الجاسترين، الجاسترين بتضم الجاسترين هرمون والكوليسيستوكاينين بانكريوزايمين او بيسموه سي سي كي. عائله السكريتين ده عباره عن السكريتين والجلوكاجون جي اي بي والجاستريك انهبيتري بيبتايد. في سمول هرمونز مش هنتكلم عليها باستفاضه، هنتكلم على الكبار، الجاسترين والسكريتين والكوليسيستوكاينين بانكريوزايمين، في حاجه اسمها السوماتوستاتين، الاربعه الكبار دول هنتكلم عليهم بس. تمام. طيب تعال نشوف الكلام ده نطبقه على الجاسترين. الجاسترين عرفنا ان هو عباره عن بروتين اور بوليبيبتايد، طالع من الابر بارت اوف ذا سمول انتستين وطالع من الجي سيل اوف ذا ستومك. ايه اللي طلع الجاسترين؟ مركز شويه، stimulus presence of food in the stomach، وجود الاكل في المعده يطلع الجاسترين، presence of food in the stomach. البروتين digested product amino acid، بروتين digested product amino acid. parasympathetic stimulation vagal nerve. تمام. تاني presence of food بدأ بحرف البي، بروتين digested product بدأ بحرف البي، parasympathetic stimulation بدأ بحرف البي، دول
يطلعوا الجاست ستريم. طب لما يطلع الجاست ستريم هيعمل ايه؟ هيزود ال HCL secretion امبر هيدروفيل، مش كده وبس، ده بيعمل كونتراكشن للابر واللور اسوفجيال سفنكتر. يعني ال HCL هيزيد في الاستومك ويتقفل عليه من فوق ومن تحت، كأن من حكمة ربنا ان الجاسترين اللي بيطلع ال HCL يقفل عليه في الاستومك، عشان لا هو لا ينفع لا يطلع لفوق ولا ينزل لتحت، لانه هيعمل مشاكل. لو طلع فوق هيعمل حاجه اسمها ريفلكس اسوفجايتس، ينزل تحت ممكن يعمل حاجه اسمها ديودينال ألسر لو زيادته يعني. طيب مش كده وبس، ده لو حصل حتى ايروجن حته من الميكوزا بتاع الاستومك حصل فيها انجري او دامج، الجاسترين بيعمل حاجه اسمها تروفيك تو ذا ميكوزا، بيعمل ريجنريشن للميكوزا. يبقى تاني الجاسترين اللي طلع عمل ايه؟ زود ال HCL secretion وقفل عليه من فوق ومن تحت، upper ولور اسوفيال سفنكتر كونتراكشن. وحتى لو حصل ايروجن تروما انجري للميكوزا اوف ذا ستومك، الجاسترين بيعمل حاجه اسمها تروفيك تو ذا ميكوزا، بيعمل ريجنريشن للميكوزا. ده الجاسترين. الجاسترين ده عباره عن بروتين والفوليبل باي، طلع من الابر بارت اوف ذا سمول انتستين والجي سيل اوف ذا ستومك. ايه اللي طلعه؟ بريزنس اوف فود ان ذا ستومك، بروتين دايجستد برودكت، باراسمباثيتك ستيميوليشن. طب طلع عمل ايه؟ زود ال اتش سي ال سكريشن وقفل عليه الابر ولور اسفنجيال سفنكتر، ولو حصل ايروجن للاستومك بيعمل تروفيك تو ذا ميكوزا، يعمل لها ريجنريشن. ده الجاسترين. بعد ما الاكل اللي احنا في المرحله دي بنسميه كاين سي اتش واي ام كاين، حصل مع ميكسنج ال اتش سي ال والسكريشن في الاستومك، هيبدا ينزل على الديودينم. طبعا لما ينزل على الديودينم اهو ومعاه ال اتش سي ال يبقى فيه اسيديتي. وانس الاسيديك كاين وصلت الديودينم، ده بيعمل ستيميليشن للسكريتين سكريشن، سكريتين سكريشن. طيب يبقى السكريتين هرمون بروتين اور بوليجوت تايب، طلع من الابر بارت اوف سمول انتستين. ايه اللي طلعه؟ الاسيديك كاين، بريزنس اوف اسيديك كاين في الديودن. طيب طلع السكريتين هيعمل ايه؟ هيروح رايح فين؟ هيروح للبنكرياس. لو تكرم انا عندي الدنيا اسيديك، فبحتاج منك تفرز لي ووتري سكريشن، ووتري سكريشن، نخفف الدنيا شويه، ومحتاج انك تطلع لي صوديوم بيكربونات عشان ان اي اتش سي او 3 عشان اعادل الاسيديتي، اعادل الاسيديتي. تمام. طيب السكرتين لما هيطلع هيروح البنكرياس، لو تكرم الدنيا عندي نار، ال HCL ده سترونج اسيد هيبهدل لي الدنيا، ابعت لي سكريشن. السكريشن ده لازم يكون كوبيوس، كمية كبيرة ووتر، يحتوي على الووتر كمية كبيرة من الووتر عشان يخفف الدنيا شوية، وبيحتوي على صوديوم بيكربونات ان HCO3 عشان يعادل ال HCL اللي موجود في الاسيديك كاين. مش كده وبس، ده بيقلل الجاستريك HCL سكريشن وموتيليتي، يقلل الموتيليتي ويقلل ال HCL سكريشن. ده السكريتين. بعد ما السكريتين ظبط الدنيا وبدات الدنيا تتحرك شويه، يبدا يتفرز الكوليسيستوكاينين بانكريوزاينين. الكوليسيستوكاينين بانكريوزاينين ده برضو بروتين والبوليبيبتايد، بيطلع من اول بارت اوف ذا سمول انتستين. ايه اللي طلع الكوليسيستوكاينين؟ مينلي الفاتي ميل، فاتي ميل الدهون، الدهون لما تكون نسبة الدهون في الوجبة كتيرة يطلع كوليسيستوكاينين، يفرز بكمية كبيرة. طيب كوليسيستوكاينين هيروح للبنكرياس، ولو تكرر، لو تكررت عايز سكريشن، بس السكريشن ده انا عايزه ريتش ان انزيمز، عايزه يفرز عشان يهضم لي الدهون دي ويروح للجول بلادر. لو تكررت افتحي ونزلي لي البايل سولت العصارات المرارية عشان نعمل دايجيشن للفات اللي موجود في الاكل، فات ميل.
يبقى الكوليسيستوكاين بيكريزاينين حاجتين، البنكرياس يقول لو سمحت اديني انزيماتيك سيكريشن، من اسمه كوليسيستوكاينين بنكريوزاينين، لو تكرمت عايز سيكريشن في انزيمز. الجول بلدر لا، لو تكرمت افتحي واديني البايل اللي متخزن عندك عشان عايز اعمل دايجيشن للفاتي. ده الكوليسيستوكاينين بنكريوزاينين. الهرمون رقم 4 الكبير اسمه السوماتوستاتين. كلمة سوماتوستاتين وكلمة ستاتين دي معناها انهيبيشن، أي كلمة فيها ستاتين يعني ديكيز. فالسوماتوستاتين بيطلع من أماكن مختلفة، من ضمنهم الهايبوثالامس، يطلع من الهايبوثالامس بيسموه جروس هرمون انهيبيتنج هرمون، ده بيقلل السكريشن بتاع الجروس هرمون، جروس هرمون انهيبيتنج هرمون. يطلع من الابر بارت اوف ذا سمول انتستين يقلل الانتستينال سكريشن وموتيليتي. يطلع من البنكرياس يقلل الانسولين والجلوكاجون سكريشن. يبقى كلمه ستاتين يعني ديكريز، يقلل. سوماتوستاتين في الانتستين هنا او في الجاستروسينال تراك، ستومك بيقلل السكريشن والموتيليتي، سمول انتستين بيقلل السكريشن والموتيليتي، البنكرياس بيقلل السكريشن، والجول بلادر بيقلل الايفاكويشن. يبقى تو سمرايز، الجاسترو انتستينال تراك كنترول او ريجوليشن، ذا ريجوليشن اندر نيرفس اند هرمونال ريجوليشن. النيرفس من خلال الباراسمباثيك والسمباثيك بالتعاون مع الانتريك نيرفس بلكسس. الهرمونال من خلال الهرمونات الجاسترين فاميلي والسكريتين فاميلي. ده الريجوليشن اوف جاسترو انتستينال تراك. ده كان انتروداكشن عن الجاسترو انتستينال سيستم، وهنبدا ناخد نبدا نتكلم في رحله الطعام 1 باي 1، بدايه من الاورال كافيتي الى ان ينتهي به المطاف الى الدبليو سي. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.